طيب أستاذ محمد شرقي، أعود إليك. أثبتت أزمة كورونا أن القطاعات الحيوية من بينها الصحة من أهم ما يجب الاستثمار فيه حقا. اليوم الصحة كيف تعتبر تهديدا واضحا عندما تتردى قطاعات الصحة؟ كيف تهدد أهداف الألفية؟ وأعتقد اليوم أن الحماية الاجتماعية بالمفهومها الشامل التي تشمل ثلاث أشياء استراتيجية، هي الرعاية الصحية أو يسمى الحماية الصحية أو التغطية الصحية لجميع المواطنين. هذا اليوم مطلب يعني الآن يعني على العالم أن يسير فيه، وهي الخطة اللي بالمناسبة أعلنها جلالة الملك في المغرب، هو يعني يكون جميع المواطنين رعاية اجتماعية. النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو أن يكون جميع الأطفال في المدارس، وأن يحصل جميع الأطفال يعني أغنياؤهم، طبعا أغنياء عندهم ولكن نهضر على الفقراء، أن يحصلوا على دعم من الدولة الأطفال من مواصلة دراستهم على الأقل إلى مستوى يعني الباكالوريا أو يعني أكثر من ذلك، وبالتالي يعني يكون هناك تعويضات العائلية. الشيء الثالث هذا التعليم، يعني الصحة والتعليم. الشيء الثالث هي ما يسمى الرعاية بالنسبة للناس المسنين والذين وصلوا إلى يعني نقول في العمر عتية، وبالتالي يعني أصبحوا يعني في حاجة إلى مساعدة الدولة. أعتقد أن هذه المستويات من ما يسمى المخاطر، مخاطر يعني ضد يعني ما تتعرض له الطفولة بشقيها التعليمي والصحي، ومخاطر ضد الشيخوخة بمعنى كرامة الإنسان عندما يصل إلى يعني مستوى معين من العمر، وبينهما الذي يكون في فترة العمل أو فترة الاكتيفيتي يعني فترة النشاط، يكون عنده يعني الحماية والحصانة على المستوى الحقوقي، على المستوى القانوني، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. فإذا هذه التركيبة في إطار يسمى الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ما يسمى الخدمات الأساسية اللي هي الماء والكهرباء والطرق والمواصلات، فهذه اليوم هي التي تشكل ما يسمى النواة الصلبة لأهداف التنمية المستدامة التي يسعى إليها العالم في 2030. ماذا سيقع؟ هناك دول ستصل، صحيح، وأتمنى أن يكون المغرب بينهم. هناك دول لن تصل وهي الأغلبية، والأغلبية المطلقة من 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 هذه الدول تقع للأسف في القارة الإفريقية. عندما نطرح السؤال لماذا، سنجد أنه ليست لأن هذه الدول الإفريقية أو الدول يعني النامية بشكل عام هي التي ما بغاتش أو لم تريد، لا، لأن الدول المتقدمة هي التي لم تفي بوعودها. فهي عندما مثلا أقرت الأمم المتحدة في 2015 كما قلنا 10 تريليون دولار لدعم هذه الخطة، يعني اليوم تملصت كل الدول تقريبا، الدول الكبرى اللي كانت تعطي مثلا وعدت، هي وعدت فقط بأن تعطي 1% من الناتج الإجمالي العالمي. هذه النسبة أعتقد لا تلتزم بها إلا بعض الدول القليلة جدا جدا جدا، ربما بعض الدول في اسكندنافيا، ربما ما عرفتش يعني بعض الدول قليلة جدا، لكن أغلب الدول اللي تنعرفوها يعني الدول الكبرى والدول الاتحاد الأوروبي والدول جيسات والجيفا وغيرها، هذه لا تلتزم بما وعدت به. فبالتالي مسؤولية زيادة الفقر هي مسؤولية هذه الدول، لأن الفقر لماذا يزداد؟ قلنا قبل أنه الفقر ليس قدر، هؤلاء الناس لم يولدوا فقراء، بل تسببت البيئة في فقرهم، تسببت الكورونا في فقرهم، تسببت الأنظمة الآن ديال الحروب في فقرهم. اليوم مثلا أوديسا يعني هذا الميناء في جنوب أوكرانيا في البحر الأسود، روسيا يعني رفضت أن تقوم أوكرانيا بتصدير يعني المنتوج القمح، وبالتالي هذا المنتوج من القمح يمثل 28% من الإنتاج العالمي من القمح. فبالتالي يعني 28% من الإنتاج العالمي ستسحب من السوق، بمعنى هذا أن سيؤدي إلى
غلاء يعني الاسعار ديال 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 القمح، وبالتالي الدول التي عندها امكانيه شراء ستشتري، والدول اللي ما عندهاش امكانيه شراء لن تشتري، وهنا غادي ندخلوا في مشاكل الغذائيه، ربما الدول قد تعيش في الجوع، وبالتالي احنا ما بغيناش ان العالم يجي يعطي صدقه او يجي يغني بحال غناو في واحد الوقت في السبعينات والثمانينات على يعني المجاعه اللي كانت في شرق اسيا، لا احنا بغينا انه تكون واحد العداله يعني اجتماعيه عالميه او يسمى العالمي ولا تطبقش ليا يعني شير بروسبريتي او يعني الشراكه في الرفاه. حتى اليوم لقاو على انه ما كاينش شراكه في الرفاه. ناخذ واحد الملف اخر اللي هو في قلبي او اللي تكلمتوا عليه جميعا اليوم، يعني انا حضرت في الكوفاندوف مراكش، وكان وعد يعني في كوفاندي على انه غادي تعطى 100 مليون دولار سنويا للصندوق ديال البيئه، وبدات الخطوات الاولى ومحتشمه، ومن بعد انا بالي بحال توقف المشروع، فبت 100 مليار طبعا 100 مليار دولار، هذه اعتقد ماشي صدقه، لان هذه مسؤوليه ديال دوك الدول اللي خربوا البيئه. انا اتكلم واحد شيء اخر جدا، هناك في العالم وقع ما يسمى الغش النمو، او ما يسمى سميتو النمو المغشوش او لا كرواسونس تروكي. ما هي الكرواسونس تروكي؟ هو ان بعض الدول حققت واحد النمو اقتصادي ولكن على حساب البيئه. مثلا في سنة واحدة تم رمي 17 مليون طن متري من النفايات في المحيطات. طبعا هذه المحيطات تتبع لها دول، فبالتالي هذه الدول تتلوث محيطاتها، والسمك اللي ربما كان يعيش به ذوك الناس ما غيبقاوش يعيشوا به. من غيخلص هذه الديكا هذه الخسائر؟ من يخلصها؟ لا احد. فهو الاوزون يعني فقد هذه قبل يومين تم كتبنا انه طيب الاخطر منه انه يقع في المنطقه المداريه ديال كان انه طبعا الثقب تم يعني الغازات يعني الدافئه او المتسببه ارتفاع الحراري، ولكن الخطر ديالو هو انه غادي تكون هناك واحد الاشعه ديال الشمس اكثر مما كان قبل هذه 100 سنه. سيتعرض الى امراض جديده، ستحرق أراضيهم، لأنها يعني الحرارة سترتفع، إذا المياه ستدوب، إذا هاد الناس سيتحولون إلى لاجئين، وأحيانا قد يتحولون إلى يعني مسمى يعني المهاجرين السريين. واضح تماما أستاذ محمد شركي.